السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنت منا كم العادة تكونوا بأفضل الأحوال يا ربي. اليوم إن شاء الله غادي نهضر لكم على شركة شوغان، كيف كتشوفوا قدامكم لي برودوي تاع شوغان. وقبل ولكن قبل أي حاجة باغي نوجه تحية لكل مرأة مقاتلة اللي باغا تحقق ذاتها رغم الظروف الصعبة تاع المسؤولية وتاع الدار والوليدات. وراكم عارفين بنات هنا أوروبا كاملين المعاناة ديالهم بعيدا عن العائلات ديالهم. وكذلك بغي نوجه تحية خاصة لكاع البنات تاع الجروب تاعنا اللي صراحة كل يوم الخدمة الحماس الطاقة الإيجابية وأهم أهم أهم حاجة الحب والاحترام اللي بيناتنا. المهم البنات بغي نقول لكم شركة شوغان هي شركة إيطالية كتبيع أكثر من 4500 برودوي، كتبيع لي لونيت لي برودوي دو ميناج برودوي كوزميتيك لي بيجو وحتى لي بارفان. روايح صراحة عندهم روعة، هادو يجدد محلهم حيت كومون تاع واحد الكليان، ولكن أنايا عندي واحد لوكيت تاع لي زيشونتيون جربتهم كاملين. الروايح روعة 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 بجودة عالية وبشهادة الناس اللي خداوهم ولاو كياخدوهم عندنا ديما ولاو دي كليون فيدي كو دي بارفان دو غروند مارك. بالنسبة للبنات اللي مهتمة تدخل معانا، أول حاجة كنقول لها مرحبا، ألف مرحبا، ما غاديش ندمي، انا نحلف لك عليها ما غاديش ندمي حيت الجروب ديالنا صراحه روعه. في الاول فاش تبي تسجلي معاهم تدخلي لو سيت كتسجلي كيعطيوك ان كيت تاع ايشانتيون دير بحال هكا، فيه لي كولور، كاين هاد لا كولور كاين واقيلا ما كنكذب لو روج و روز و نوار. ودابا اليوم اللي كنسجل لكم هاد الفيديو خرجوا دي كيت اخرين جداد كيعطيوك لي زيشانتيون بحال هاد الشكل هكا، كل ايشانتيون بالنمره ديالو. وكيعطيوك لي كاتالوغ تاع لي بيجو تاع لي زويل تاع لي برودوي ميناج تاع لي بارفان لي لونيت، كلشي عندهم صراحه زوين. دونك من اول نهار تاع التسجيل عندك لاكسي لو سيت، لو سيت كينقصو ليك 50% لي برودوي. اذن من البدايه عندك في كل كوموند ديريها 50%، عاد زيدي دي بونوس اشاك فوا كديري واحد الكوموند كدوزيها كيوصلوك دي بونوس مع او ميم طون غير داك الربح اللي عندك 50%، نفس الوقت كيوصلوك دي بونوس على هذيك لا كوموند اللي لوزتي. كو دي زافونتاج، وحتى لا ليفريزون كتجيك حتى لباب الدار، كلشي يجيك حتى للدار. هذا الربح الاول اللي هو ديجا محفز باش تخدمي، كل ما خدمتي كل ما ربحتي اكثر. مثلا دابا هاد الريحه هادي، هاد الريحه هادي انا واخداها ب 30، غادي نربح غادي نبيعها لمولاتها نعطيها ليها غادي ندي فيها 15 اورو، ربحها فيها 50%. كاين الكريم كور ديالها غاديه معاها، تبيع الريحه لا كريم كور ديالها معاها ونفس الريحه وزوينه صدقوني صراحه. عندهم لي برودوي انا بعدا عجبوني حيت انا مجربه الروايح لا مارك وعارفه، ودرت مقارنه قبل ما ندير لكم الفيديو باش ما نهضرش من فراغ. نوريكم لي بيجو اللي عندهم كي دايرين. هذا خاتم كومانداتو عليا واحد السيده، شوفوا كي داير، شوفوا شحال غزال. والبراسلي حاولوا نستيو براسلي يجي معاه حيت هي باغيه تاخد اونسامبل. انا نوريكم، شوف براسلي مع لاباك، عندهم صراحة كلشي زوين، لا من البيجو لا من لا غام تاع لي لي تاع لو كور لا من لو برودوي تاع الميناج. ما هضرت لكمش عليه لو برودوي تاع الميناج، كاين هذا البنات اللي واخدينو ديجا راه عارفينو برودوي تاع الفور تاع لا بلاك شي حاجه غا كينقي مزيان افيكاس. وكاين عندنا في الجروب فيديوهات على خاصه بهاد البرودوي هذا. كاين هذا تاع لي فيتر، هادو لي كوموندوهم عندي الناس، ما كاينين دي برودوي اخرين. عندهم بزاف تاع لو شوا، القراعي تاع لي بارفان كيجيو على هاد الشكل هذا، البيضه 100 ام ال هاد البيضه والنوار، هادو البيضه للرجال كاملين زعما كاملين لي نيميرو لي تختاروا كيجيوكم ديما لي ميم لي ميم بوتي هي النيميرو لي مختلف. هاد البيضه للرجال للعيالات باردون، وهاد الكحله للرجال، وهادي صغيره. دونك كيف قلت لكم الطريقه الاولى هي عندك 50% تاع الربح من ديبار كي تبداي معاهم، وعندك
دي بونوس 50% ونفس الوقت على اي كوموند دوزتي عندك دي بونوس. كاينه طريقه تانية بالربح في نفس الوقت، دونك تقدري تربحي على شحال من طريقه، المهم كل شيء دي زافونتاج. طريقه تانية والربح التاني هو انك تتحاولي كتدخلي معاك البنات ليكيب ديالك اللي هما كيربحوا دي بونوس، و ميم طون انت كتربحي معاهم دي بونوس. البنات اللي غادي تدخلي الشركه مثلا الا كنتي انتيا عندك 4% غيكون الربح تاعك 4% من داكشي اللي البنات كوموندا، و الا كنتي عندك 8% اكيد غيطلع الربح تاعك قد ما طلعتي. المهم في السلمه قد ما غادي تربحي اكثر، المهم من غير الربح تاعك تاع البيع والشراء عندك ربح تاني قد ما دخلتي من البنات وكانت ليكيب تاعك خدامه مزيان، غادي تربحوا غادي تطلعوا كاملين في السلم اكيد، ماشي تدخلي ديريكت وغادي تربحي. داكشي كيبغي الخدمه وشويه تاع المجهود وكمال على الله، لكن بنادم خصو يخدم ويدمر على اي في اي مجال، في اي مجال فاش تبدا ضروري شويه تاع الصبر والخدمه وتتوكلي على الله وربي كيسخر الجميع. خاص شويه تاع العزيمه والاراده، وخصوصا الناس اللي دايرين بيك خصهم يكونوا ايجابيين ويزيدوا بيك القدام. الصراحه انا والله القسم ما كنتش ناويه زعما نخدم في هذه الخدمه اصلا، ولكن دايره في بالي اساسا بحكم الوقت ما عنديش. في الصيم انا كنخدم لحسابي وفي الويكند كنخدم في امازون بالليل، اذا الوقت محدود، عاد زيد اليوتيوب، اذا وقتي كامل كامل عامر، عاد تزيدي على المسؤوليه تاع الدراري. ورغم ذلك قلت نجرب، ما خسر انا والو، حيت انا الصراحه انا عزيز عليا كلشي نجرب، من طبعي عزيز عليا كلشي نجربو وكنخليها في يد الله. اللي عجبتني كنشدها، اللي ما عجبتنيش بكل بساطه كنحطها بدو كوتي، كندوحها وكندوز لحاجه اخرى. واي تجربه لا كانت ايجابيه ولا كانت سلبيه ضروري كنتيو منها، تنتيو منها بزاف تاع ليكسبيريونس اي حاجه جربناها. اذا بنادم يجرب ويخليها في يد الله. وانا صراحه والله هضرت معايا السيده وقنعتني وقلت نجرب والحمد لله ما ندمتش، نقول لكم صراحه ما ندمتش والله ما لك الحمد. طحت في مجموعه صراحه روعه، واحد كيحفز الاخر والاهم نطلعوا كاملين وحده تفرح الاخرى. المهم كنتمنى نكون شرحت لكم ووصلت لكم الفكره كما يجب، وشرحت لكم في طريقة العمل في هذه الشركة. أكيد اللي بغا تخدم معنا راه كل واحد وطريقة البيع والشراء ديالو، كل واحدة تبارك الله عندها طريقتها، وراكم عارفين أهم حاجة هو التعامل الزوين مع الناس وحلاوة اللسان. وإلا كانت وحدة، إلا كانت كليانة وحدة كسبتيها راه غادي تجيب لك مورا عشرات الكليان، لا من ناحية البرودوي اللي مزيان ولا من ناحيه طريقه البيع ديالك انت تحاولي تكسبي الكليان ديالك ما يمشيو للقنت. وصراحه لي بارفان ديالهم نكذب على حرام، لي بارفان ديالهم زوينين بزاف، حتى عندهم ليكستري تاع بارفان دوزيين مزيان كيبقاو مده طويله. هذا ما نقول لكم البنات، اللي باغي تلتحق بينا ونشرح لها اكثر مرحبا بها، الف مرحبا. واللي بغات تجرب لي برودوي تاعنا حتى هي مرحبا بها، مرحبا بالجميع. اللي ما تم تواصل معايا ولا مع اللي بارطاج معايا هاد الفيديو هذا، انا غادي نحط الانستغرام ديالي، غادي نحطه باش اللي باغي يتواصل معايا تدخل عندي الخاص ونهضر معاها براحتنا ونشرح ليها اكيد اكثر وندخلها للمجموعه ديالنا. مرحبا بها، الف مرحبا. وصلنا لنهايه الفيديو البنات، كنقول لكم تنتمنى لكم الخير والنجاح في حياتكم يا ربي، واللي باغيه شي حاجه يا ربي تحققها ليها. ونقول لكم الى الفيديو المقبل ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحياتي.